التدابير الاحتياطيه اللي فرضت علينا السلطات باش نكونوا نحيوا المصلحه ديالنا ومصلحه الصابون ديالنا. وخدينا جميع التدابير مسافة الامان والمواعيد بالنسبه للزبون باش ما يكونش واحد الاكتظاظ في المحل، باش ما يكونش واحد الاكتظاظ، باش يكون واحد السلامه مضمونه من الجهه ديالنا ومن الجهه ديال الزبون. وان شاء الله كنتمنوا هذا الشيء هذا، وكندير الكمامه ديالنا بالنسبه للعمال اللي معنا وبالنسبه للزبون مفرين تا كمامات الا ما كانش جا الزبون وما كانش عنده ولا تقصلو كما كنقولو حنايا بالشعار، نعطيوه الكمامه واحده اخرى عندنا اضافيه. وكنتمنوا ان شاء الله باش ربي يحيد علينا هذه الجائحه ونعاودو نتناولو النشاط ديالنا كيف ما كنا عليه في سير الايام.